مرحبا بكم الناس كل في هذا الموعد المباشر من الرابطة الثانية. رمضانكم مبروك الناس كل، إن شاء الله كل أمانيكم تتحقق بمناسبة هذا الشهر الكريم، شهر رمضان بطبيعة الحال المعظم. إن شاء الله كل عام وتونس الكل بخير. دونك حصة جديدة من برنامج الرابطة الثانية المتعلقة ببطولة التدارك، هذه البطولة المصغرة اللي فيها ستة فرق. أكيد هذه الجولة الثانية باش يبقاو أربعة فقط في الرابطة الثانية وزوز للرابطة الثالثة. سعيد جدا أنه في بلاتو اليوم من الرابطة الثانية معي كالعادة كل من الكابتن مختار ترابلسي. مرحبا بك كابتن مختار. مرحبا اسكندر، ومرحبا بالسادة المشاهدين الكل. على يساري هادي جبنياني، هادي مرحبا بك. اهلا وسهلا بك اسكندر، مرحبا بضيوفنا ومرحبا بالمشاهدين نتاعنا. رمضانك مبروك هادي، رمضانك مبروك. رمضانك مبروك علينا وعلينا. رمضانك مبروك كابتن مختار. سي شاكر مفتاح، مدرب النجم الرياضي الراتسي معنا في بلاتو اليوم الرابطه الثانيه. سي شاكر مرحبا بك ورمضانك مبروك. وبك اكثر، مرحبا بكافه الحضور، مرحبا بكافه مشاهدي الوطنيه اثنين. ان شاء الله رمضان مبروك على الشعب التونسي الكل، ان شاء الله رمضان يكون مبروك على كافه الرياضيين، وان شاء الله كل عام وتونس بخير. ان شاء الله ان شاء الله، امين يا رب العالمين. دونك ايضا جمعيه ريانا تسجل حضورها في بلاتو اليوم مرات ثانيه من خلال محمد اتلمساني المدرب المساعد لهذا الفريق. محمد مرحبا بك. مرحبا بكم ورمضانك مبروك وشكرا على الاستضافه. يعطيك الصحه، مرحبا بك. دونك هذه نبدا معك العاده كبدايه، الارقام لهذه الجوله الثانيه لبطوله التدارك اللي تم تسجيل فيها اربع اهداف لترتفع الحصيله لحدود جولتين الى 9 اهداف. ورقه حمراء كانت وحيده في الجوله هذه ضد بلال علولو لاعب سبورتينغ المكنين. ابرز ملحوظه نتصور ان جمعيه جربه 6 نقاط، يعني خذت اسبقيه مريحه ولكن نسبيه على مستوى الفرق. هي جدا فريق يبدا الباركور نتاعو بزوز انتصارات متتاليه. نجم الراتسي اول نقطه بعد زوز جولات جات اليوم في مباراه صعيبه ضد اولمبي البيجي الذي لا ينتصر في زوز جولات كذلك، كيف وكما شان سبورتينغ المكنين وجمعيه جربه. في المقابل السير جرزونه ثاني مباراه دون انتصار كذلك. تحكيميا 3 مقابلات كانوا في تحكيميا نجم نقول احنا عندنا لقطه تنشوفوها في ماتش جمعيه جربه اليوم وسير جرزونه، لكن احنا نقولوا منطقيا وعموما ما شفناش احتجاجات كبيره. باش نرجعوا للقطه اللي حكينا عليها الاسبوع الفارط على مباراه نجم الراتي. اي لكن وليد البناني، ايمن كشات، محرز المالكي عرفوا لهم كيفاش يخرجوا المباراه نتاعهم. ما عندناش احتجاجات كبرى فيما يخص مقابله اليوم. اضافه لذلك انه تم الاعلان عن 3 ضربات جزاء ليصبح المجموعه 4 ما بين الجوله الفارطه والجوله هذه. واضافه لانه الحمايه المدنيه كانت موجوده اليوم في 3 ملاعب. هذه استخدام خاطر هذه جبناني هذا المفروض يصير من قبل الحصه الفارطه. دونك يعطيهم الصحه، يبقاو كان زملائنا الامنيين وايضا في الحمايه المدنيه، ان شاء الله ربي يعاونهم. والله يراو عمل شاق وكبير يقوموا به، يعني خاصه في مباراه نهائي كاس تونس كنت حاضر انت. صحيح. هذه في لقاء النادي الفريق والنجم الرياضي الساحلي، حبيت فقط نتحدث عن المباراه هذه لانه قمنا خطا في الفيتيير في الحصه الخاصه بلقاء نادي الفريق والنجم الرياضي الساحلي على الوطنيه الاولى مع زميلنا رازي الكازوعي. كان فيتيير خاص بدور الديليز دانون الامم، قلنا انه المدرسه اللي تاهلت للنهائي هي مدرسه بورقيبه بالمناسير، هو في الواقع مدرسه عين جديد من ولايه بن عروس هي اللي كانت فازت على الفريق بورقيبه او مدرسه بورقيبه بالمناسير، وهي اللي تاهلت للنهائي وواجهت الترجي الرياضي التونسي وكان انهزم هدف مقابل 0. هذه المعلومه ما تعطاتش هذيك، علاش اعطينا لها المعلومه توا كنت حاضر في عند راهم وكنت شاهد عيان على هذه الحقيقه. ومن حقهم صغار انه تكون الحقيقه وارده في المؤسسه هذه اللي تبث فيها هذا التقرير. سي شاكر، دونك اول نقطه في زوز جولات للنجم الرياضي الراتسي. والله اول نقطه صحيح كنا نجموا نعملوا مخير في المباراه الاولى ضد جمعيه جربه. اليوم كانت مباراه صعيبه، وخاصه كنا لو كان لا يقدر انهزمنا شوف كيفاش باش تكون بقيه المباريات نجريوها، كان باش تاثر النتائج على اللاعبين. كانت مباراة صعيبة ومنتظرينها صعيبة، خاصة منافس محترم ومن الحجم الثقيل. كنا ننتظروا في ردة فعل متاع المنافس لأنه ما فازش بالمباراة الأولى. حاجة من الحوايج اللي خدمتنا في المباراة هذه كونه عندنا فكرة كبيرة على المنافس، درسنا معناتها نقاط القوة نقاط الضعف. أنا كنت لعبت لهم معناتها في الوقت اللي كنت في مستقبل سليمان وتفرجت فيهم في مباراة ضد حملهم، دونك عندي فكرة كبيرة ياسر. حضرنا المباراة نتاعنا على إمكانياتنا،
وعلى الرياكسيون تاع المنافس. منتظر انا شخصيا المنافس باش يقوم برده فعل بعد النتيجه في المباراه الاولى. خليناهم يجيونا، عملنا بلوك با وقرينا حسابنا في المرتدات وقلنا نصبروا نقبلوا شويه اللعب ما يسالش نصبروا. هزينا الاولمبي الباجي على الجناب اكثر ما يمكن. دي توصف المباراه معناتها بالضبط. حابش نمشي الماتش ونرجع لك توصف المباراه سي شاكر. قبل هذا حبيت نسالك، كي تسجلوا مباريات وتعملوا فيزيوناج نسجل نسجل شكون يسجل اللقاءات؟ نخدموا بالفيزيوناج، نخدموا بكل شيء معناتها. هذه حاجات معاونتنا ياسر. معناتها عندك فكره واضحه على الاربع فرق المنتميه حاليا للرابطه الثانيه؟ اكيد هي ليست. وقت نعاولوا على الفيزيوناج ليه هو كان يدرب في سليمان. فما فرق واجه جربة. شوف أنا عندك فكرة على جربة ولا ايه بالكدا؟ جبت معايا تدعيم للإطار الفني كريم العرفاوي، خدم معايا في سليمان، أنا خديته معايا في سليمان، كمل الموسم في سليمان اوتوماتيكمون. وقت اللي تعدينا المرحلة هذه عيط له، إنسان معناتها فني محترم على مستوى الاعداد البدني وعلى مستوى الفيزيوناج جاي معناتها مختص. واجهت قبل جربه وباجه؟ واجهت جربه وباجه وعندي فكره على ريانا، لعبت لها مباراه وديه، وزرزونا لعبت لها زوز مباريات وديه. عندي فكره عليهم معناتها. هي ياسر هي ياسر. تو نرجع لك من بعد محمد دافش، تعطينا كلمه قبل الماتش نتاعك. معليش خذيت سي شاكر خاطر تو باش نرجعوا لقاء الاولمبي الباجي والنجم الراسي اللي وفاء دون اهداف. برشا عباد برشا متابعي الكره كي يقول لك مباراه توفى دون اهداف ماهيش مباراه، معناتها ماهيش فرجويه كبيره، ولكن باش تشاهدوا الاداء نتاع زوز فرق تو تغيروا رايكم. شفيق بوقره، امير بن احمد وعبد اللطيف معتوك، تفضلوا. بعد التعادل في الجولة الأولى من مرحق الصعود إلى الرابطة المحترفة الثانية أمام سبورتينغ المكنين، يواجه الأولمبي البيجي في الجولة الثانية النجم الراتسي اللي خرج بصفر من النقاط بعد هزيمة ضد جمعية جربة. وبالتالي زوز فرق يبحثوا على أول فوز باعتبار كل مواجهة بمثابة لقاء كأس، وباقي ثلاثة جولات لتحديد من سيبقى بالرابطة الثانية. سيطرة واضحة للأولمبي البيجي وزوز فرص قابلة للتهديف، الأولى مع علي الدين بوعلاق والثانية مع رشيد العرفاوي. أول إجابة من النجم الراتسي كانت على إثر مخالفة وسهلة في يد الحارس. يعود الضغط من جديد للأولمبي بيجي، وهذه المرة ثلاثة محاولات هجومية متتالية، بوعلاق في مرة أولى وفي زوز مناسبات المهاجم هيثم بن سالم، ومسلسل الفرص الضايعة يتواصل من جانب الأولمبي بيجي. أمام حيرة زوز مدربين ونهاية 45 دقيقة أولى بفرصة أخيرة للأولمبي بيجي، وكالعادة تنضاف للفرص الضايعة للأولمبي وصفر لصفر هي نتيجة الشوط الأول. كي تشوف المستوى قريب لبعضهم فماشي فرق كبير برشا. السوفي معناتها تمركي معناتها بونتو بكري يحرر برشا الملاعب. إن شاء الله دوزيام ميتون بيجا تكون معناتها سيرتو في الفاز دو فينيسيون يكونوا أكثر واقعيين. الشوط الثاني سيناريو الشوط الأول يعاد، ومخالفة للأولمبي بيجي قريبة من مناطق 18 متر تصطدم بالحائط البشري والكرة في ركنية. تتواصل المحاولة بركنية والحكم وليد البناني يعلن على مخالفة للنجم الراتسي. سيطرة ميدانية لكن دون الوصول للمرمى على غرار تصويبة اسكندر الشيحي في مرة أولى، وفي مناسبة هجومية ثانية تسديدة يسارية من بوعلاق بعيدة على شباك ربيع قاسم. من الفرص القليلة للنجم الراتسي وأبرزها مع دقيقة 69 هجوم معاكس وكورة في طبق للاعب البديل واللاعب السابق الأولمبي بيجي نزار قربوج، ويضيع هدف المباراة لرادس وكورتو فوق المرمى. الإجابة كانت سريعة من الأولمبي بيجي على إثر مخالفة من خليل ساسي يقابلها تألق الحارس ربيع قاسم يضع الكرة في ركنية. أبرز لاعب فوق الميدان بتحركاته المعهودة على الدين بوعلاق بعمل فردي من الجهة اليمنى ودفاع النجم الراتسي في المكان المناسب. الملاحظ أن الأولمبي البيجي كان ينقص التركيز وعدم التسرع أمام المرمى، وكما تشاهدوا فرصة اللاعب البديل على شيرني يصعد ولكن دون خطورة تمر أمام الجميع لتبقى نتيجة على حالها، وعدم ترويض الكرة من على الدين السكراني تلخص نقص التركيز والحظ اللي ما كانش مع الأولمبي البيجي، دون نسيان الدفاع اللي كان واقف مليح من النجم الراتسي مع تألق الحارس ربيع قاسم. آخر محاولة كانت للنجم الراتسي ونفس اللاعب اللي أضاع الفرصة الأخيرة نزار قربوج يخفق في مباغتة الحارس يوسف الترابلسي لتكون النتيجة صفر مقابل صفر،
وكانت السيطرة واضحة للأولمبي بيجي اللي أضاع 3 نقاط ثمينة وخرج بنقطة في المقابل. النجم الرادسي عرف كيفاش يستغل تسرع ونقص تركيز المنافس، وكان دفاعه واقف مليح طوال 90 دقيقة مع هجمات معاكسة قليلة وكانت تختير على دفاع البجية أمام تألق حارس ربيع قاسم، وخرج بنقطة هامة وأولى تنضاف لرصيده في الجولة الثانية. احنا نهزمنا في المباراة الفايتة هذه ميني شامبيونا قصيرة برشا، معناتها تدارك فيها صعيب شوية. قلنا إذا كان لا يقدر نهزمه في المباراة هذه باش تولي ثقيلة على في أذهان الملاعبية، ولو أنني لو شانس تقعد مازالت موجودة. نعرفوا قيمة الأدفرسير، قريناها مليح، صحيح قبلنا اللعب خليناه يلعب، لكن كنا مركزين ومسكرين المنافذ الكل. نعرف اللي باش تجينا المساحات في الشوط الثاني، وهذاك اللي صار. كانت عندنا زوز فرص واضحين كنا نجموا نقتلوا بهم المباراة. اللي لاحظته كونهم في مخاخهم كل شيء في المخ، يعني ما مكبلين برشا في مخاخهم وقاعدين يعملوا في مقابلات محترمه كل شيء، وزيد يلعبوا كونتر معناها ديزادفيرسير، معناها يعرفوا قيمه الاولمبي البيجي ويعرفوا يحضروا لهم، معناها يقراوا لهم الف حساب. هذيك علاش معناها كل شيء قاعد معناها نتصور، معناها حتى كي دخلت الفيستير تو كلمتهم قلت لهم يلزمكم تنسي احنا نلعبوا في تورنوا، اليوم عندنا 2 بوان في التورنوا تاع اليوم، حسابات اكثر منه حاجه اخرى، معناها مش تلقى ماتش ويت كوب، معناها تلعب مش ميم حتى كوب ما هيش تاع كوب، معناها ماتش وتعدى ما عندكش وقت للرتراباج. اليوم عندنا 2 بوان يلزمهم بالحق، معناها يلزم يخدموا على معناها سور لو بلون مونتال برشا برشا برشا. نبيل المساوي واحد من كبارات الأولمبي البيجي معروف، يعني كان مساهم بنسبة كبيرة في نجاح الأولمبي البيجي في عدة مواسم. ما نعرفش كان ممكن أنه يسجل حضوره سنة ولا لا، اسكو عمره ما عادش يسمح له أنه يسجل حضوره مع الأولمبي البيجي ولا سي مختار؟ والله أنا نعرفه إنسان مستحوذ على بدنه وكل شيء، ومازال تبارك الله شفته اليوم يعني في التيران، يعني نجم مازال يقدم لي ضغط. أي ولا مدرب عنده كارير جديد بدا بها، وريني في الفرصة بتوا هادي، ولكن بكشي هو يحب يخوض الميدان التدريبي علاش لا؟ لا ممكن هذا، ولكن الأولمبي البيجي سنة وتحط له فرصة نتاع يزمو يسترجع أبنائه وممكن يقدموا له العون، يعني في فرصة للناس الكل، للأربع فرق منتمية رابطة ثانية أو حتى سبورتينج ممكنين والنجم الراتي اللي عندهم فرصة كبيرة. دونك أول نقطة مختار للنجم الراتي، تعادل ثاني الأولمبي البيجي، والنجم الراتي الفريق الوحيد الذي لم يتمكن من التهديف إلى حدود زوز جولات. صحيح كنت تفرجت اليوم يعني في المباراة، يعني كان متوسط الأداء بين الفريقين. 20 دقيقة الأولى شهادة سيطرة كلية للأولمبي البيجي، ضيع فيها تقريبا 4 فرص عن طريق بوعليق وهيثم بن سالم ورشيد العرفاوي، وكانت يعني أغلبية الهجومات على الرواق الأيسر يعني للأولمبيك. شفنا يعني حمزة دامرجي يعني الظهير الأيمن تعب برشا في المحاصرة، لكن بعد هذين بعد 20 دقيقة يعني الفترة الثانية نتاع الشوط الأول يعني بدأت اللعبة في الوسط ما بين رادس وما بين بيجا. شفنا يعني لهنا وتوخي استشاكر مفتاح كان واضح، هو يسكر لاكس دوبيوت وخلى فهمتي بيجا تلعب على جناب باش يسنترو، لكن ما لقيناش نحن شكون باش يحط الكره الشبكه من بيجا. الشوط الثاني فرصه وحيده ممكن تستحق الذكر امير دريدي بالراس، البقيه كانت لعبه يعني حتى السيطره الميدانيه نتاع بيجا ما فيهاش فرص واضحه، لكن شفنا ممكن اشكال كبير يعني في المحور الدفاع نتاع الاولمبيك البيجا، كان ينجم يستغلها نزار قربوج يعني في مرتين وقت اللي طلع امير دريدي ولا يلعب يعني اتاكون، يعني هذا خيار يذول المدرب. شفنا يعني اللاك سنترال نتاع بيجا يعني كل الناس الكل ولا تحب تسجل الهدف ونساو الديفونس، كان ينجم تدفع ثمن غالي، كان ينجم نزار قربوج يسجل. عموما يعني اولمبيك البيجا يكون فما تسرع كبير بالنسبه للمهاجمين، حبوا يسجلوا فيسع يا اخي وقعوا في الغلط. رادس لعب على حقيقه امكانياته، سكر التالي، يعرف كما قال يعني سي شاكر انه يعرف بيجا مليح ويعرف بيجا باش يخلي لي سباس، لربما التفكير نتاعو كان صحيح والكوتشينج يعني بخروج يعني المناعي وتعويضه بنزار قربوج، لكن على غالب ما كانش فما ريسيت. على كل حال تعادل عادل بالنسبه للمباراه. على غالب من الجانبين بربي خلينا نوضح لطارق بالعجل جمله قلتها والباري يعني نطقتها بالغلط، هو اسمعني سي عندك الحق للتوضيح بالعربيه الفصحى، قلت النجم الراتسي الفريق الوحيد الذي لم يتمكن من التهديف، ممكن انا قلت لم يتمكن دونك انا غلط، دونك لم يتمكن من التهديف. سي شاكر شفنا زوز فرص على الاقل كانوا مختلين كانوا سامحين للتسجيل، ولكن كالعاده التوش الاخرانيه اللمسه الاخرانيه اللي شكون باش يحط كره في الشبكه هي اللي غابت في لقاء اليوم. بالضبط احنا التوقيت كل صراحة كنت متصور هذوكم نقولوا احنا باش
تلقى فرصتك مولاي الباجي باش يمشي يقدم. خليت نزار قربوج على دكة الاحتياط، اخترت له الوقت المناسب ودخل في وقت وجاوا فرصتين من المفروض يسجلهم في الخبرة متاعه هو في قيمته هو، لكن عامل تسرع، ما نقولش تعب، أنا نقول تسرع، يمكن زرب باش يسجل باش يعبر على فرحته خلاه ما يركزش مليح قدام المرمى، لكن لاعب عنده قيمته في النجم الراسي وعلى مستوى الهجوم يعاوننا ياسر. اليوم قاعدين نتصرفوا في الافكتيف، ندوروا فيه. قربوج كان هو كيف بعد اللي ضيع الفرصه شفناه، والله دخل بالاستيار متاثر برشا، وقفت معاه تأثر بصفة كبيرة، لكن هذيك هي كورة، معناتها كيما ملعب ينجم ينجح ينجم يخفق، ونستحفظوا عليه معناتها، وما ولا عنصر محترم وفاعل في وسط المجموعة. مشكلة التهديف، مشكلة التهديف المشكلة المعضلة، ما كانش عندنا مشكلة نتاع تهديف في البطولة نتاعنا، احنا بطولة الرابطة الثالثة 30 مباراة تقريبا، عندنا من أحسن خط هجوم، يمكن ثالث خط هجوم في الواحد نسجله تقريبا في المباريات الكل، لكن اليوم مباريات تلعب ضد مدافعين عندهم مستوى، مدافعين عندهم خبرة، مدافعين لاعبين في القسم الوطني. مباريات شفنا كرة نتاع لمسة نتاع مهاجم معناتها تجاوز المدافعين، فشفنا الدريبل مازال كان وجه لوجه مع الحارس، ولكن هذه المشكل حطنا الكره، هل هو مشكل نفسي ولا مشكل تقني ولا مشكل مش عارف شنو بالضبط، انه مازال كان حطنا الكره في الشكل. والله مشكل تركيز انا نسميه، خاطر لو ميم جوار في مباراه جربه الشوط الاول جاته فرصه تقريبا نحاها محرز حسني، لو كان عطاها حقها اكثر كان يسجلها، كيف جاتنا فرص ثانيه في ماتش جربه ما تسجلناش، ثم يمكن مشكل نتاع التسرع والتركيز لا اكثر ولا اقل، قاعدين نتدربوا قدام المرمى معناتها في التمارين، وانا قلت لك في البطوله نتاعنا قاعدين نسجلوا ان شاء الله، معناتها بالمباراه هذه تعطي الاولاد اكثر ثقه، المباريات الجايه انا متاكد اللي بحول الله باش يكونوا حاضرين قدام المرمى يركزوا اكثر ونسجلوا. صحيح، في المقابل دفاع كان متماسك ايضا امام فرص كانت سنحة التسجيل ايضا من جانب الاولمبي الباشي. اكيد الدفاع راهو الدفاع معناتها مش وحده، الدفاع معناتها كتله دفاعيه كامله، وسط كان معناتها موجود باش يعاضد الدفاع، اللاعبين لاروقه كيف، لكن الخبره كانت عندها دورها من هيكل الدريدي وسامي اللي تايم اللي هذوما زوز قلب دفاع معناتها كانوا مع الحارس معناتها يقودوا في اصحابهم كما يلزم، مع حارس ممتاز بصراحه يعطي الثقه لاصحابه. الوليد حمزه دامرجي توسي مختار تكلم عليه، اصله مش في المركز هذا، كان يلعب لعب وسط، لكن كانت عندنا اصابه للظهير ايمن، ما عنديش حل ثاني، لعبته هو هذه الثالث مباراه ويعداها بامتياز كظهير ايمن، ملاعب ما شاء الله عليه، عنده مستقبل باهي، عنده دم بارد ما يتنرفزش، حتى رغم اللي يكونوا كما صار اليوم في الرواق يطلعوا عليه بزوز ملاعبيه وثلاثه ملاعبيه، كان يتصرف عادي معناتها، ماهوش الملاعب اللي يرد الفعل ولا يتنرفز ولا، واللي صار اليوم كما قال سي مختار صحيح قاسينا برشا في الرواق يسار، من الرواق يسار نتاع الاولمبي الباجي على الظهير الايمن نتاعنا، لاني ما كانتش ثم معاضده من اللاعب الرواق عبد الرحمن الحنشي، ما رجعش في الوقت اللي لازم يرجع فيه، هذا اللي خلانا معناتها حتى الفرص في الشوط الاول جات كلها من الناحيه هذه. باهي برشا سي شيك، نحب نسالك سؤال، قبيل حكيت لي على الكتروا الرابطه الثالثه، ما زلتش تذكر اخر مباراه تعادلتوا فيها الموسم هذا في الرابطه الثالثه، اخر لقاء تعادلتوا فيه عنده اربع شهور بريسك تقريبا، اربع شهور نسيتو، ما قمتوش بتعادل منذ جانفي، منذ 20 جانفي 2018 اخر تعادل كان ضد شكون؟ كنتوا انتم فوق ميدانكم، كنتوا استضفتوا بوسالم، اتحاد بوسالم وتعادلتوا 0-0، كان اخر تعادل لنجم الراتسي في بطوله الرابطه الثالثه هذه. انا باش احكي على المباراه مش يعني من جانب التون فور، اوقات الوقت القوه نتاع الاولمبي البيجي جاء في الاربع دراج الاولى، كان ينجم يسجل الاولمبي البيجي وتعطى يعني انطلاقه جديده للمباراه. في التماسك نتاع الدفاع نتاع قبلت اللعب معاك 100%. والدفاع كان متماسك فرديا، انا نتصور انه على الفرديات يعني نحكيو اسامي، الاولمبي البيجي يفوق النجم الراتسي، ونحكيو على لحمه نتاع المجموعه، الاولمبي البيجي ربما من الاول دخل مزروب يحب يماركي، عنده ستريس نتاع النتيجه، زاد بين ظفرين يقول لك جاني فريق من الرابطه الثالثه ربما ما عندوش فكره كبيره عليا وانا عندي خبره اكثر عليه، دونك حب يماركي من الاول، جات يعني الكوره دارت ومن بعد ما مشيتش. انا نحب نعطي كلمه على الافكتيف، خاطر باش نلعبوا السبت وربعه وحد
في جمعة ثلاثة مقابلات وحكينا نهار الأحد إن شاء الله وحكينا بين فرق لعب 32 مباراة فرق الرابطة الثالثة وفريق فرق مصلعة من مارس كما جمعة الرابطة الثانية اللي مازال أحد وحد هكا ولا هادي إن شاء الله نهار 20 ماي ومازال نهار 27 ماي وآخر جولة نهار 31 اللي هي نهار 4 نتصور أي أحد أربعة أحد أربعة خميس باهي دونك بالنسبه للنجم الراتسي بتغيير وحيد المنصوري اليوم دخل مكان العبدلي هكا يعني صلح لي لا زوج تغييرات زوج تغييرات السعيديني بلاصه قربوش دونك هذوما التغييرات نتاعك المنصوري يعود رمزي العبدلي لاعب ملفت الانتباه اليوم عبد الرحمن الحنشي 15 هدف في المرحله الاولى سريع وهو اعطى دريبل في الفرصه الاولى نتاع نزار قربوش في المقابل بالنسبه للاولمبي البيجي كليم على الفكتيف نتاع عزين خميله اليوم يعني الملاعبيه اللي دخلوا كبدلاء في المباراه الاولى لعبوا اساسيين وقلب واللي ما لعبوش اساسيين هما دخلوا كيما العمري كيما امور واضحه عزين خميله مع الاولمبي البيجي ليه امور واضحه عزين خميله عادي جدا راهو الجمهور يبدا غاضب كي ما تجيش النتيجه اكيد يعني فما اختيارات حتى مع الاداره نحكي مع اداره الاولمبي البيجي باهي اتفقت كلمه تحكيميه شفنا وليد البنيني اليوم عرف كيفاش يخرج المباراه نتاعو برفقه الحكام المساعدين نتاعو واضح عندي سامحني اسكندر ملاحظه احنا بكامل تم النجم الراتسي تحطينا في وضعيه صعيبه ياسر بعد كما قال سيدي توا 30 مباراه في البطوله ماراثونيه والاسابيع الاخيره كنا نلعب احد ربع احد ثم نلقاو روحنا في ظرف نلعب على ملاعب معشبه اللي احنا مش متعودين عليها نلعب في ريتم اقوى من اللي كنا عليه بتاتر نلعب في نفس الشيء احد سبت اربعه احد نلعبوا باش نتعاملوا مع افكتيف كيفاش باش ندوروه اون با لي مويان دو ريكوبيراسيون بتاتر المثل التونسي شنو يقول سي شاكر نعم المثل التونسي شنو يقول اللي يحب اللالو هكا يسهل ليلو كله دونك اللي يحب يطلع للرابطه الثانيه ما عليه كان يمشي للعشب وماهم لابسين هكا وكذا المفروض يصير هكا ولا الملاحظه الثانيه نعم. بالنسبه تم عبد الرحمن الحنشي يتكلم عليه توا الهادي من احسن اللاعبين عندنا يمكن اسوء مباراه اليوم قام بها كان ينجم يكون خير أي. والملاحظه الاخيره معناتها كيما نضم صوتي على مستوى التحكيم الاسبوع اللي فات كنت تحدثت عن جاي كان حبيت نربط معك باللقطه هذه انت المره اللي فات تفرجت فينا ولا تفرجت الحس الفارط تفرجت تغشش شويه قلت شبيه مع هذا وش اللقطه هذيك وكاني ها ولا لا الميساج واضح قلنا نهار الاربعاء جاي تنعديو لا 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 ما عنديش حتى سونيه انا من قبل سونيه بالعكس في بالك انه اليوم باش نعديو لقطه ضربه جزاء مرحبا اما لقيناهاش شو نعمل شوفوا اعطينا ربيع اعطينا لقطه ضربه جزاء خلينا نشاهدوها على مع بعضنا لهنا وهاي اللقطه وخليك تحكم سي شاكر لهنا لانه ميساج نعاودوا نشوفوها مره اخرى ونخليك انت تحكم سي شاكر هي الحقيقه من الزاويه اللي عندنا مش واضحه خاطر كاميرا واحده ماك تعرف عنا الإعادة به بربي ركز معها يا سي شاكر حتى واحد ما هو باش يعطي رايه في اللقطه هذه شفت هذه الحركه كان انت لان هذا ما بعد الاعلان اللي هو الاحتجاج ريت يده واش عمل انا شنو عملت له بعثت للملاعبيه وحطيت يدي انا قلت له سي هاي في المساج قال لي هكا وفما حاجه اخرى صارت في هذا التعالي ما نحبوش تعالي ما نحبوش باهي خلينا نشوفوا هاي العمليه اش فما لهنا ليه رجعنا طارق خلينا نشوفوا عاد باهي هابش يحضروا لنا اللقطه وركز معها سي شكرا نحن عندنا كاميرا برك ما عندناش كاميرا اخرى زاويه اخرى مخبينا دونك هذه الكاميرا الوحيده هذه اللقطه اللي صورناها وعندكم الحكم كان فما حاجه هاك في البلاتو فازي معناتها ليش عندي ما نتكلم فيها المباراه طيب لا مش لازم نحكي على المباراه لا مش على المباراه على اللقطه لا ميساج على لقطه ضربه جزاء لقطات ثم لقطات مطالبه بضربه جزاء اللقطه هذيك فقط لانه باش نمر زوج مباريات الاخرين سي شيك باه ركز معنا لهنا اش فما سي شيك لهنا اي كره كي رجعت اي هذوما هذيك هي اللقطه مش واضحه ولا واضحه هي لهنا مش واضحه لكن في الملعب كانت واضحه ثم ضربه جزاء ثانيه ثم واحد اخرى عديناها ولا ثم واحد اخرى لا ما تعدتش ايوه باه الحاجه الثانيه انا راني ما نحبش ناخذ حق الناس وما نحبش كون ياخذ لي حقي ونحترم الناس وعمري كامل وكما قال سيل هذه المره الاخرى راسي شاب كره تحكيميا نفهم مليح ما 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 سي شاكر بربي مسالش خذني على حق حد نيتي معناتها مش مشكل انت انا ما مشيتش للتيران وما شفتش حتى واحد فينا ما مشى للتيران مشاو بضعة أشخاص توانسة
فما 12 مليون تونسي مانيش قد عارف مانيش عارف قداش منهم تو قاعد تبع فينا، ما شافش اللي شفته انت. انت تو اعطيني كمواطن تونسي شنو هي ريت ورا الصوره هذه؟ لا الصوره هذه مش واضحه. مش واضح. مش واضح. دونك نحن ما نجموش لا نجزم. مانيش نلوم عليكم بالعكس. لا لا مش نحكي على اللوم، نحكي انت كايها تونسي عدينا اللقطه. انا في الملعب. ما نجموش نحكموا على لقطه. هذا هو. انا 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 ما نظلمش، انا ريت فما تحكيم ما كانش محايد 100% من مباراه جربه. احتجيت. اليوم معليه كان ما نشكر الحكم اللي قام بالمباراه نتاع اليوم، رغم قبل المباراه كان فما برشا حديث، لكن السيد هذا يعطيه الصحه قام مباراه ممتازه رغم اني انا ما فزتش. فهمتك فهمتك. كل واحد نعطي حقه، لكن اللي قام به سي هيثم قيرات حتى من تصرفات، شوف فما لقطه تعدات توا معبره برشا بين الشوطين وقت اللي مشوا له الملاعبيه والاحتجاج، انا بعثت اللاعبين وانا حطيت يدي هنا وقلت له سي هيثم صباح مساج، قال لي هكا بيده. التكبر والتعالي ما هوش من شيم من الرياضيين وما هوش من شيم من الناس الباهيه. مش عويدو مش عويدو هاي الجيرات ان شاء الله يطلع مش مق... لا ان شاء الله يطلع ما يقصدهاش هذا اللي يقولوا نحن. هو تو مش موجود معنا رغم اني نحترمه الناس كل نحترمه حكم الكل وحكم ممتاز ويعطيك الصحه ان شاء الله يكون على الحسنيه ونتصور على الحسنيه على كل مانيش ما كناش موجودين غادي قبل ما نمشي المباراه اللي بعد تلعبوا ضد باجا محمد ان شاء الله نهار الاحد ان شاء الله نلعبوا ضد باجا باش نعرج على المباراتين دورها فين دورها متعدشه انتوما دو بوان دو بوان اي نعرج على المباراتين اللي تعداو بصراحه اللي هي بطوله التدارك كما قلنا فما بريسيون كبيره للامانه حتى على مستوى اللاعبين معناها عندنا نحن خاصه اللاعبين صغار 24 23 سنه يتحط في وضعيه نتاع طيوح تحت جمعيه تريانه تحت معناها جات في وضعيه انها باش تدارك فما برشا بريسيون حتى شفت في الجمعيه اللي لعبنا لهم اللي هي جرزونه ومكنين فما برشا ما شفناش برشا لعب ما شفناش برشا كوره شفنا برشا ناس معناها حذر ناس خايفه ناس حتى اللي بيوت اللي ماركيناهم صحيح حتى اللي بيوت اللي ماركيناهم واللي تمركونا سور بالاريتي معناها ناس معناها ماخذه دي كونسيني ناس كيما نقولوا تسكر تحب تماركي البونتو معناها مباريات نتاع هدف وهي مباريات كاس هي مباريات كاس هذا اقل ما يقال عليه نحن باش نرجعوا بعد نحكيوا على جمعيه الريان سبورتينغ ممكن فقط عطيت كلمه حبيت تحكي على الاولمبي البيجي اللي باش يكون اللي حكينا عليه توا باش يكون منافسكم النهار الاحد الجوله القادمه وزيد زوز عندكم نفس الترتيب زوز نقاط توا بعد نرجعوا نتائج الكل نمشيو المباراه الثانيه مباراة جمعية جربة ستير جرزونة، جمعية جربة الوحيد اللي عنده 6 نقاط، الوحيد اللي فاز مش فقط في زوز مباريات، الوحيد اللي فاز في الميني شامبيوناء لحدود هذه الجولة، مهدي قاسم، خليل بن صالح، نور الدين، خلف الله ومكرم الحطاب، تفضلوا. الجولة الثانية للبطولة المصغرة من أجل البقاء في الرابطة الثانية وضعت عشية اليوم على عرش ملعب في مارس واحد بصفاقس جمعية جربة بستير جرزونة إصرار كبير من زملاء محلس حسني بعد أول فوز السبت الماضي بملعب ساقية الدائر على حساب النجم الراتسي انتصار به صحيح لكن ما هي إلا البداية ومازال أربع مقابلات والأربع مقابلات معنا أصعب مقابلات كأس كل شيء فيها متوقع دونك ما كيما نقولوا نوفون با لا بو دو لور سافون دو لا فورتي مش نقولوا من توا سهيلة مازال أربع ماتشات صعب صعب نقصة درجة وإن شاء الله كان اليوم يوفقنا ربي ونعملوا نتيجة إيجابية ثانية بقوة ربي نزيد الحظوظ نتاعنا تكون أوفر بقدر ربي باش نبقى وبقانا في الرابطة الثانية إن شاء الله. أبناء المدرب حسن جعفر بعد تعادل الجولة الافتتاحية أمام جمعية ريانا تحول اليوم لصفاقس من أجل تدارك ما فات وانتصار يبقي على حظوظ البقاء في الرابطة الثانية. المرة اللي فاتت عملوا أمبو ماتش تسماو عندنا كيب صغيرة تحفونا برشا إن شاء الله اليوم يعملوا أونتام دو ماتش باهي ويدخلوا في الأونتام دو ماتش من الأول باهي وإن شاء الله نكونوا في المستوى. لقاء اليوم أدار بالمناسبة الحكم محرز المالكي بمساعدة طارق جلاسي وحمدي الماجري وصادق الكومانجي كحكم رابع. الشوط الأول مستواه الفني كان دون المتوسط وظهر بالكاشف تخوف كل الفريق من قبول هدف مبكر يبعثر أوراقه في اللقاء. أبناء جمعية جربة بحثوا عن المباختة منذ اللحظات الأولى مخالفة على يسار الحارس جلاسي بو عبد الله في التنفيذ ورأسية بن فرج اتمر جانبية. نلعب دقيقة 17 تغيير اضطراري لأبناء جربة خروج أنيس مطر باشا ودخول فايز شبوح.
تعليمات المدرب فتح الحاج اسماعيل كانت واضحة بالضغط على حمل الكرة وإرباك أبناء جرزونة في مناطقهم. الضغط كيد على إثره رياض السويلمي من مباغتة الحارس أشرف زلاسي، لكن كورته فوق المرمى. أبناء جرزونة قبلوا اللعب في الفترة الأولى، وأول فرصة ليهم كانت 3 دقائق قبل نهاية الفترة الأولى. وليد السردوك يعتمد على إمكانياته الفردية وسرعة مراوغاته أربك الدفاع أبناء جربة مخالفة، وكورة علي حمدي كادت غلط الحارس محرز حسني، وتعادل بدون أهداف في نهاية الشوط الأول. في الشوط الثاني ارتفع مستوى اللعب، نفس هجومي توخاه كل مدرب على أمل الخروج بنقاط اللقاء. أبناء جرزونة بادروا بالهجوم، كرة دور بين زملاء الغداوي وأسامة بوزيد طالب إثر العملية بضربة جزاء. الحكم المالكي يأمر بمواصلة اللعب والإعادة من جديد أمامكم بالصور البطيئة. فتح الحاج إسماعيل يلعب ورقته الثانية في اللقاء، دخول وائل بالرمضان مكان محمود بو عبد الله. كوتشينج كاد يعطي فاعليته منذ اللقطة الأولى. شمس إجويني رجل المقابلة يمر بذكال بالرمضان اللي صوب والامتياز لدفاع السير جرزونة. دقيقة 56 إجويني كالمعتاد بحث عن الثغرة في دفاع جرزونة، مر لبو عليق اللي يدخل منطقة الجزاء، وعلى إثر العملية يعلن الحكم المالكي عن ضرب الجزاء بعد إشارة من مساعده الثاني حمدي الماجري. قرار احتج عليه أبناء جرزونة. إعادة من جديد للعملية الأخيرة لأبناء جربة بصور البطيئة. إجويني يتقدم ويغلط الحارس أشرف جلاسي ويمضي على أسبقية الجمعية في المقابلة. 1-0 انطلاقة جديدة للقاء كل احتمالات فيه تبقى واردة. 9 دقائق بعد أبناء الجمعية زادوا في سرعتهم. أمير برشيش يمر لرياض السويلمي، تدخل من المدافع وجدي المسعي والحكم محرز المالكي القريب من موقع العملية يعلن عن ضربة جزاء، والسويلمي ينجح في مغالطة الحارس أشرف الجلاسي وتأكيد أسبقية أبناء الجمعية في اللقاء. 2-0 نهاية اللقاء العب فيها أبناء جرزونة الكل في الكل. المدرب حسن جعفر يقحم الثنائي سيف جويني وأحمد رويقي، لكن مشكل الكبير اللي كان اليوم لأبناء جرزونة الفينيش في ظل تألق الحارس محرز حسني وصلاب الدفاع الجزيرة. انتصار اليوم هو الثاني على التوالي لأبناء جزيرة جربة، وهزيمة بعثرت أوراق أبناء جرزونة. من أول العام نخدمه تعب عام كامل، برشا مشاكل صارت وموقف ناش، وذاك تشوف خويا زوز ماتشويات بكتوار، احنا الوالة تطور نورمال مول وخينا عاملين نيكس، وإن شاء الله نكمل أوكية وإن شاء الله جاي خير. احنا عندنا أكثر من شهرين كنا مرتاحين، برافو. يمكن في الشوط الثاني ما فماش ما ارتفعش النسق برشا، كيف كيف الفريق المنافس يمكن جاي يدافع على الحظوظ نتاعو، واللي جات زوز ضربات جزاء استغلينا العامل هذا. نقول برافو للاعبين على خاطر في صراحة يوم السبت ويوم الأربعاء صعيب برشا في نهاية الموسم بعد الراحة باش نلقوا اللاعبين، برافو للناس الكل وإن شاء الله القادم أفضل بالنسبة لجمعية جربة. يعني سؤال يتطرح اليوم، كيسكي سباس معناتها في جرزونة كل اللي صار اليوم معناتها نتيجة حتمية معناتها للظروف اللي كنا حضرنا فيها معناتها المقابلة. جسبر معناتها يكون قريب إن شاء الله نخلطه معناتها في وقت قصير معناتها بالنسبة للمقابلة الجاية، نحضر معناتها الفريق نتاعنا نفسانيا، نحضر معناتها إداريا معناتها فريقنا، ونعرف أنه هو الإفكتيف اللي نجم باش نبدأ به المقابلة. دو زيرو مين بلاش لجمعية جربة من سير جرزونة، شيء حير لسير جرزونة. هك سمعت المدرب نتاعهم مش فاهم يعني شنية الوضعية. نرجع لوقت اللي تحت سير جرزونة قبل ما أعطاه هذه الفرصة، معناتها الفرق المعنية بالميني شامبيونا كان 15 مباراة متتالية دون انتصار، سلسلة رديئة جدا من نتائج اللي قام بها سير جرزونة. توا مازال متواصل في الرداء، تعادل وهزيمة ممكن برشا زوز هزائم، ممكن برشا إذا كان الريزيرف اللي قدمه جمعية ريانا على سير جرزونة ينجح. دونك معناتها 0 من النقاط. تحب نبداو بالنقطة هذه باش نبداو بنقطة الريزيرف، التشريك اللاعب محمد الناصري. محمد الناصري هو المصطلح إثارة، إيفوكاسيون إثارة. دونك تبعثت نهار الاثنين من طرف جمعية ريانا دونك على الماتش اللي تعدى بين جمعية ريانا وسير جرزونة على اللاعب محمد الناصري. على شو مضمونها الإثارة؟ وأنه محمد الناصري عنده بطاقة صفراء ثالثة في المرحلة الأولى. تجي أنت تقول لي هذه بطولة استثنائية، اسكو يعني الإنذارات يتحسبوا يتقيدوا ولا لا؟ خاطر عملنا حاجة استثنائية، يعني
في الجلسة العامة الأخيرة نتاع الجامعة التونسية لكرة القدم تم إعلام النوادي وأن البطولة المصغرة هذه هي حلقة ثانية ولا بطولة متواصلة أو مرحلة ثانية للبطولة ككل الرابطة المحترفة الثانية. إعلامها رسميا. تم إعلام النوادي. يعني فما بابراس فما وثيقة دول أي تم إعلام النوادي. دونك تو فريق جمعية تريانة تقدم بالإثارة نتاعو أكيد ستدرس في الاجتماع القادم مكتب الرابطة أكيد فما قرار فما طعن تنجم تتوير ما تتويرش الحكاية. ومحمد الناصري اللي شارك في المباراة الأولى ما لعبش اليوم ضد جمعية جربة ربما خذ احتياطاته سير جرزونة فريق سير جرزونة دونك هذا يعني موضوع مهم علاش على خاطر الإثارة كان يكسبها فريق جمعية تريانة فانو ياخذ 3 نقاط واللي عنده 4 نقاط بالتعادل نتاع اليوم دونك عنده مرج مريحة نسبيا نقولوا احنا واضح المهم معناتها المعنيين بالأمر الرابطة أعلنت رسميا وعلمت رسميا في الجلسة العامة الأخيرة وتم تخفيف عقوبة اتحاد التطوين وتفعيل البطولة المصغرة هذا اللي لازم يكون واضح إذا كان تم الإعلان تولي على مسألة الورقة الصفر الأوراق الصفر معناها جبدوا الموضوع نتاع الأوراق الصفر قالوا الأوراق الصفر في الميني شامبيونا شو يدخلوا معناها موجودين معناها علموهم اي ليه النقطة هذه بالذات المهم مكتوبة المهم معناتها فما الدليل هذا هو السؤال اللي طرحته أنا فما دليل فما بابراس فما مكتوبه مش شفوين دخلت المعلومه هذه مختار المباراه كان تحب تعطي رايك على النقطه هذه مرحبا باش نعطي رايك المباراه هو نحب نفسر شنو قال حسن جعفر هو محمد النصري كان موجود على ورقه المباراه ومن بعد فهمتي يتنحى كما نقولوا نحن يعرف احتياطين. محمد علاش احتياطين يتنحى انا يقول لك انا اللي فيكتيف اعطيني شنو باش نلعب خاطر وقت المدرب يعمل الرينو تكنيك نتاعه ويحضر يعني فريقه ومن بعد جيت نحيله لاعب مهم كما محمد الناصر اللي هو قائد فريق ولاعب وسط ميدان ممتاز بالطبيعه باش يتقلق المدرب كل شيء باش يحلو في الماء على خاطر قبل بنص ساعه لعب ويعرف يشكر شنو الامور هذه اكيد هو اش قال نحب نعرف الافكتيف يعني هنا على الكتابه العامه نتاع جرزونه اللي غلطت غلطه يعني جسيمه يعني في الامور هذه وصحيح الريزيرف يعني عند ريانا وباش تنجح فيه خاطر مادام نحوه يعرفوا شنو القادمين بالنسبه للمباراه يعني مروان بن رمضان ما كانش موجود وهو لعب يعني محوري مع احمد فرحات يعني هذا الغياب زاد اثر نعرفوا فريق جرزونه فريق شاب سيفري هو يعني بعثت يعني ميني شامبيونه اخرى راى انه فريق جرزونه الشيء اللي ماشي فيه خاصه مع الاداء نتاع المجموعه مع الاغلاط نتاع الكتابه عامه هنا باش يولي يتاثر على خاطر تراكمات كبيره خاطر مشاكل كبيره هذاك علاش مختار بطلك انا بال 15 مباراه لعبها الاخيره سير جرزونه من غير ما ضيق تعمل انتصار صحيح انا بكل صراحه يعني باش نقول الكتابه العامه تتحمل مسؤوليته وقت اللي عندك ميني شامبيونا ان بوان تنجم تهزك الفوق وقت اللي تتنحى لك وتعطي 3 بوان لريانا انا باش يولي ديكالاج وقت اللي زرزونه باش تلقى روحها 0 نقاط مع لاعبين شبان اللي هما 90% من ابناء النادي اعطيني المورال كيفاش باش ترجعهم على كل بالنسبه للمباراه يعني فريق جرب استغل عامل الرياح الشوط الاول ومشى برشا القدام فريق جرزونه اكتفى بالدفاع الشوط الثاني بون باش نحكي على ضربه الجزاء اللي هي ماهيش واضحه للامانه كيما فريق جرزونه ما عندوش ضربه جزاء زاد شفناها ممكن ضربه الجزاء الاولانيه زاد اثرت على لاعبي جرزونه شبان هما الكل نفسانيا تمسوا منها ضربه جزاء الامانه ماهيش واضحه معناها ماهيش واضحه بكل صراحه ماهيش واضحه ممكن ضربه الجزاء الاولى مش واضحه الصوره بصراحه ماهيش واضحه دونك معناتها يبقى القرار للحكم عكس ضربه الجزاء الثانيه ضربه جزاء للامانه ضربه الجزاء الاولى هي ولو الجوج هو اللي اعلن عليها من غادي كمساعد حكم لكن تاثر نفسانيا في ظل الاوضاع هذه نشوف انا ممكن المباراه تخسرها زازون قبل ما يلعب يعني في خروج محمد الناصري والبرتورباسيون اللي صارت على مستوى الاطار الفني خلى برشا قلق وجرزونه حتى سير جرزونه ضيع زاده كيف كيف يعني كان ممكن انه يسجل رغم غياب الناصري نقطه كانت تتبدل المباراه الكره اللي نحاها الحارس محرز حسني تصويبه من بعيد على حمدي وتعرفوا هدف يبدل برشا من المباراه معناتها تقريبا فسخ هدف كانت مباغته يمكن كانت ترجع سرسونا في المباراه واضح عنده الحق يلعب الناصري ضدكم عنده الحق يلعب المباراه القادمه ولا لا لا ما عندوش ما عندوش الحق ما عندوش الحق دونك باش تلعبوا نورمالمون ما غير محمد ما كنتش تلعبوا ضد الناصر يعني مازال تستير جرزونه مازال يعاني مشكلة غيابات فقط باش نحكي كلمه على جمعيه جربه على خاطر يعني مش بزهر زوج انتصارات متتاليه وباش نفهموا جمعيه جربه 3 اهداف سجلهم في الشوط الثاني في الربع ساعه الاولى دونك يعمل برشا على انطلاقه الشوط الثاني والفتره الثانيه هذه عدد ربما يعني احصائيه تم المدربين ولا لا دونك موجوده هو ثم عندك لعبنا لهم الجوله الفارطه انتام باهي تاكيد كلامك في الشوط الثاني ثم دخول بالرمضان تقريبا ديما يكون على دكه الاحتياط ثم يدخل هذا لاعب سريع
لاعب يتمركز جيد فوق الملعب وحافظينه اصحابه يعطيه في الكره اللي يحبها هو. باهي خلينا نمشيو للنقطه الاخرى قبل نمشيو للمباراه اللي بعد. محمد ممكن برشا يصبح في رسم ممكن ما نسبقوش الاحداث ومش نحن نصدروا في القرارات صح. ممكن برشا رصيدكم حاليا 2 يصبح 4 ممكن لان على الاثاره ممكن اي لكن نحن تو عملنا الاثاره ومعناها مش حاطينها في الحساب معناها للامانه مش حاطينها في الحساب قاعدين نلعبوا في لي ماتش نتاعنا حتى بريسك لي جوار نتاعنا ما في بالهم صدقني في الحساب ما قمتوا بالاثار اي قمنا بالاثار لكن حتى مع جواريتنا حتى مع اللاعبين نتاعنا صدقني يمكن اليوم باش يعلموا بالمساله في يمكن كان توا توا في البرنامج ما في بالهم صدقني ما في بالهمش على خاطر ماك تعرف انت تعمل اثاره تنجم معناها تمشي تنجم لا تنجم لا معناها ما نحبوش ندخلوا في بوليميك مع اللي جوار قاعدين مركزين على اللي ماتش نتاعنا قاعدين نلموا في لي بوين مالغري اليوم معناها كنا نجموا نروحوا بثلاثه نقاط لكن قاعدين نلموا في لي بوين والكونتور قاعد يحسب. هي ليس نذكر انه قبيله تصريحات راهو الهادي الجني كاتب عام جمعيه جربه هو اللي تكلم قبل محسن الهويملي كاتب عام ستير جرزونه جمعيه اريانا سبورتينغ مكنين قسمه خيان 1-1 فاضل العريبي اسلام بن صالح لسعد بن مسعود ونضال عروه. مباراة الجولة الثانية من مجموعة التدارك بين جمعية ريانا وسبورتينغ المكنين كانت مواجهة لفك الارتباط بين الفرق الزوز بعد ما حققوا التعادل في الجولة الأولى. أولى فرص المباراة يتحصل عليها سبورتينغ المكنين في الدقيقة 7 بعد قطع الكرة من منتصر بالمنصورة لمدافع جمعية ريانا يسدد في الزاوية المعاكسة والكرة تمر فوق العارضة. إجابة جمعية ريانا ما تبطاش دقيقة من بعد راسم رياح يسدد من خارج منطقة الجزاء وكورته جانبية بقليل. ربع ساعة لعب جمعية ريانا كانت قريبة من افتتاح النتيجة بعد كرة راجعة من دفاع المكنين وامين المكور يسدد بكل قوة وكورته ما كانش بعيدة على المرمى. دقيقة 24 الكرة تضرب في يد مدافع جمعية ريانا ودون تردد أيمن كشاط يزفر ضربة جزاء لسبورتينغ المكنين ينجح عصام جابر في تحويله لهدف افتتاح النتيجة. ثمانية دقائق من بعد افتتاح النتيجة سبورتينغ المكنين يسجل الهدف الثاني لكن الحكم أيمن كشاط يلغي الهدف بداعي المخالفة. دقيقة 34 جمعية ريانا تحصل على مخالفة من جهة اليمين تتنفذ وشهاب الصالحي برأسية يعدل السكور. في آخر الشوط علي علولو لاعب سبورتينغ المكنين يتحصل على ورقة حمراء بعد جمع رزوز انذارات لقطة وفات بعدها الفترة الأولى بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف. بداية الشوط الثاني عرفت برشا تقطعات أول فرصة تستحق الذكر جاءت بعد 20 دقيقة في الفترة الثانية بعد تسديدة قوية من راغب ناصف لاعب سبورتينغ المكنين مرت جانبية. 70 دقيقة في عمر المباراة الكرة دور مليح بين ملاعبي جمعية ريانا توصل للرواق الأيمن روتري لكن كرة مروان التوزري غير مؤثرة بالرغم من موقعه المناسب. أبرز فرصة في اللقاء تحصل عليها سبورتينغ المكنين قبل ربع ساعة من نهاية المباراة بعد ركنية وحازم حاج حمودة رأسيته تصطدم بالقايد. الدقائق المتبقية جمعية ريانا تحكمت في المباراة واعتمدت على الكرات الطويلة لكن مدافعي سبورتينغ المكنين عرفوا في كل مرة كيفاش يبعدوا الخطر. أقل من درجة على نهاية المباراة سبورتينغ المكنين ومن هجوم معاكس كاد يخطف الانتصار لكن تسديدة البديل كريم منصر كانت عالية. لقطة وفات بعدها المباراة بالتعادل هدف لهدف تعادل كان مرضي لسبورتينغ المكنين في حين كانت فما برشا حسرة على ملاعبية جمعية أريانا. نقص عددي من الشوط الأول تقريبا مازالوا درجين في الشوط الأول وقلنا نربو ناقصين مي الحمد لله ربي الأولاد كانوا ديسيبليني سور البلان تكتيك برشا وكانوا واقفين صحيح يذولي تفرجتوا الناس كل في الماتش ما فماش فرص واضحة للفريق المنافس اللي احنا كنا نجمو نقتلوا الطرح جاتنا كرة في الاخر بكليكاية كنا نجمو نمركيوها ونكملوا رابحين مي ديما نقول اني الانسان يسعى في الحياة والتوفيق من عند ربي ونشكر الاولاد على الليفور اللي عملوه. طبعا دي ماتش سكسيسيف دي ماتش معناها نيل عن دي بوان ان شاء الله نحاولوا الماتش الجاي باش ناخذوا ثلاث نقاط وان شاء الله نراهنوا بكل جدية في صعود الرابطة الثانية.
جيت حبيت نتدخل على اللقطه نتاع الهدف الثاني اللي صار لسبورتنج المكنين. بكل صراحه ان شاء الله يطلع الناس كل اللي شافته بونتو، معناها مجريات اللقاء تبدلت، كنا رابحين واحده بلاش وماركينا الثاني، معناها الماتش سفيني. الله يهدي ان شاء الله يطلع على حسن نيه الحكم، معناها بكل صراحه المكنين فريق شاب ويستحق الطلوع، وان شاء الله طالعين والمكنين برجالها. تو نخليك من بعد تعاقب بطبيعة الحال على التصريح هذايا. مختار المباراة 1-1 والتعادل الثاني جماعتي ريانا. اللعبة يعني ككل محمد كانت متكافة ما بين زوز فرق، فهمتي، فريق ريانا وفريق يعني المكنين. الشوط الأول يعني تقريبا يعني سجل الحاجة الباهية في ريانا اللي يرجع فيسا كيما رجع يعني مباراة زرزونة في ظرف 4 دقائق، اليوم في ظرف 7 دقائق رجع، ولو حتى شفنا يعني بلال علولو خرج يعني ورقة حمر في دقيقة 40. شفنا المكنين يعني الشوط الثاني يكتفي بالدفاع وقاعد يعمل في لي كونتر اللي كان أخطر من فريق ريانا، عكس فريق ريانا وقت اللي راه فهمتي المكنين ناقص طولت الكرة القدام حبوا يتسرعوا أكثر باش يوصلوا للشبكة، لكن هذا ينجح فيه فريق المكنين يعني بترجيع الكرة ولعب لي كونتر. نشوف يعني هي المباراة حتى الشوط الثاني ما كانتش فيها فرص واضحة برشا، لا من هنا من هنا ممكن فريق المكنين عنده الأفضلية في فرصة كان ينزم يسجل هدف، وكيف كيف زاد ممكن استغراب يعني في الهدف اللي سجله المكنين كما كان يحكي يعني ما عرفناش يعني الفوت وين، ممكن الصورة ماهيش كاملة عنا مانيش عارفين وين الفوت بالضبط، ممكن محمد ينجم يقول لنا خاطر هو كان موجود غادي. إذا كانت نجم جاوبوا فازي اي نجم جاوبوا على الفوت هذيك خاطرها في الصوره ماهيش واضحه. وقت اللي صارت الباس لونغ فما كالا الرير دروا نتاعنا، ومن بعد ولات الصوره واضحه، كي وضحت الصوره ما بانتش الاكسيون. هذا رايي، ما نعرفش سي شاكر يضحك ما نعرفش عليه. نسمع راي سبورتينغ المكنين، لكن نسمع راي سي محمد. طيب بطبيعه نسمع راي سبورتينغ حسب الصوره اللي عندنا هذه فما شيء حسب لكن ممكن كان قبل ما نعرفش. اي قبل انا خاطر الاكسيون هي قبل، وفي التصويره لهنا ماهيش واضحه. مش مشكله، ماهيش مشكله، هي هذه الماتش نتاعنا معناها كان كما قال مختار متكافئ معناها مالغري حتى كي ورقه خرجت ورقه حمراء معناها مكنين عوضت كل خروج نتاع الجوار نتاعها بك الروح وقعدت ريغروبي التالي، ونحن ما عرفناش نلعبوا ما لقري معناها كلمنا الجوار نتاعنا انه نحط كره في الارض والعب كره العب كره، قعدوا معناها يستعملوا في الكره الطويله اللي ساعدت برشا المكنين. الحمد لله ديما نقطه خير من بلاش. توا تلمساني توا ضد الجوله الاولى ضد سير جرزونة تقبلوا الهدف الاول، مباراة مكنين تقبلوا الهدف الاول. النقطة السلبية انكم ممكن مباراة تبداوها مش عارف معناتها فماش نبضة وفما اشكال نتاع قبول الهدف، ولكن النقطة الايجابية انه ترجعوا في المباراة وتسجلوا، هذا مش سهل. صحيح ماهوش سهل انك ترجع في ترجع معناها كي تبدا تقبل هدف كيف ترجع بسرعه، معناها هذه حاجه ايجابيه، لكن حاجه سلبيه انه كيفاش نقبل الاهداف. الاهداف اللي قبلناها مختلفه، معناها هدف جرزونة مختلف على هدف المكنين، خاطر هدف جرزونة صار سويت ورقه حمراء خرجنا ورقه حمراء، قعدنا فك الخروج نتاع الورقه الحمراء صار ديزيكيليبر نيفو ديفونسيف، صار فيه البونتو نتاع اللعب قصير جويني. لكن في مباراه المكنين صارت هفوه من المدافع نتاعنا، قلت لك المدافعين نتاعنا حتى اللاعبين نتاعنا صغار صارت هفوه اللي هي ضربه جزاء صارت فيها صلحها بهدف وعاود وصلحها هو يعطيه الصحه معناها شهاب صلحها بالهدف نتاع التعادل. لكن الحاجه الايجابيه خلينا نخرج بحاجه ايجابيه اللي انه رجوعنا به كان الحمد لله في هذه نفس الشيء يعني تقبلوا هدف وترجعوا بسرعه دونك، وكما قلت انت نقطه خير من بلاش مع هذه الوضعيه مع تاخر على مستوى الهدف. صحيح هادي عصام جابر بارك الله من القلائل في السن هذا مازال معناتها يسجل حضوره رسميا في مباريات رسميه في بطوله الرابطه المحترفه الثانيه، سجل 22 هدف بقميص 6 ازياء، مرة هذه في الميني شامبيونا يسجل سبورتينغ مكني. عصام تربى تربى هذا السلام عليه برشا برشا نلقاوه كمهاجم يلعب كراس حربه، هو مركزه الطبيعي كمدافع في بن عروس في السليان. انت تبارك الله سميت 6 فرق دونك مسيره كبيره 40 سنه فيزيكمون ما تصورش يعني كسبرينت مازال، لكن نتصور يلعب ديسمبر 78 نتصور يلعب اليوم بالضبط يا هادي عمره 39 سنه و156 يوم اللهم صل على النبي مازال ما غلقش ال 40 39 ونص 39 ونص نسلموا عليه برشا برشا راه اذا وصل في عمر منزل يكور هكا سيكو فما يجين دو في ثم نظام تاع التغذيه وفيزيكمون على روحه بركل عليه معناتها مازال وعنده طول قامه به يعني كلي ينجم يتعب المدافع ويخلي صحابه يخلطوا عليه كلي يشد الكره ويكوفري بظهره مليح ويدور لو كان يفهم شويه كره فهمت بربي في كلمه باش نعطي زوز
فيما يخص الهدف نتاع سبورتينغ المكنين، سي فري اوكي الصوره ماهيش واضحه، نجم زاد نحكيو على حواري بين زوز ملاعبيه، لو فوتبول سي ترانسبور دو كونتاكت. برافو لرئيس سبورتينغ المكنين خاطر تصريحه كان متزن، قال كان عندي بونت وهكا ما عنديش، برافو لكلامه كان متزن وكان بصراحه فما برشا صراحه فيك به. فما حاجه ثانيه شفنا في ماتش جربه انيس مطربيشه خرج على اصابه، صفوان بن سالم خرج على اصابه، أشرف جلاسي حارس زرزونة خرج على إصابة. منين كذا الفرق هذوما منين؟ من فرق اللي لعبت الرابطة الثاني. حتى علي الهمامي راهو في خدمة. علي الهمامي آخر ماتش. إيلونغاسيون يظهر إن شاء الله لاباس لعلي. دونك وين نحكيو على الجاهزية البدنية نتاع الفرق هذوما. هكا هو. باهي برشا سي شاكر. ربيع البوغالمي قال لك عندك ليفيكتيف اللي باش تكمل بهم ثلاثة جولات وأنت متهني يعني باعتبار لطف على اللاعبين نتاعك. اما باعتبار تحدثنا على الاصابات وكذا فما ليفيكتيف قادر باش يكمل ثلاثه جولات هذوما؟ والله هما الجولات اللي قادمين باش نكملوهم صحيح بالليفيكتيف والتدوير الليفيكتيف، لكن زاد بالتاهيل والريكوبيراسيون بعد المباراه. عندي بصراحه معناتها الستاف تكنيك معايا المعدين كريم العرفاوي صلاح بالحاج عمر قاعدين يقوموا بعمل كبير ياسر مع اللاعبين قراب من اللاعبين يأهلوهم يرتحوهم بعد كل مباراة ثم نعرفوا كيفاش نعملوا الدوزاج باش نحضروا اللاعبين للمباراة الجاية مع بطبيعة ثم اللاعبين اللي يلزمهم ياخذوا معناتها التعويض على أصحابهم باش نخفوا شوية كما المباراة هذه رتحت زوج لاعبين المباراة الجاية فما حساب ثاني وبحول الله لاباس لأنه خرجنا من شامبيونا ودخلنا في شامبيونا ما صارتش كل المده اللي ارتحنا فيها دخلتوا في شامبيونا ما كنتش محضرين لها يعني شنو مش محضرين لها يعني جات في اخر العام تقريبا اخر الموسم عرفتوا الناس كله انه راهو فما فرصه تعطات لسته فرق من اجل ضمان اربع مقاعد فما سيناريو جديد يعني باش نلعبوا في رمضان باش نلعبوا في سيام ثلاثة جولات في سيام هذا هو اللي كوني كيفاش المدرب باش يتعاملوا الملاعبيه ساعتين ونص ماضي ساعتين ونص هنا الاشكاليه يمكن تعبنا شويه احنا سؤال المحرج صايمين الكل سي شاكر انا كنت كنا الناس الكل نستناو النجم يكون رمضان اليوم اي هذا هو من البارح في الاجتماع الفني في الليل تكلمت على اساس لو كان يكون غدوه رمضان شكون باش يصوم وشكون باش يفطر انا ما نجبر حد على الافطار خليتهم على راحتهم شفت شكون ليفيكتيف تقريبا نص اقل من نص شوي وبهذا بنفس يعني ماكش من نوع المدربين اللي يجبروا اللاعبين نتاعهم على الافطار ويقولوا عوضوا بعض وهذا لا ما نجبرش نعمل على الشخصيه الثانيه على الجرينتا على كذا اكثر من يمكن حتى من الملاعب يبدا صايم قد يقوم بالبدايه الشخصيه محمد نفس الشيء باش نعرج على حاجه على الفينومين نتاع الفتيق هذايا اللي نورمالمون باش نشوفوه في الثلاثه ماتشات هذوما خاطر الماتش الاول والثاني بلوز موا فما فريشور مازال موجود ابارتير نتصور انا ابارتير تروازيام ماتش وكاتريام وسانكيام ماتش باش نشوفوا مشاكل يعني اللي دوزونا لبيتهم تو معناتها لازم ارهاق ولازم وسيام معناها التربيه التروازيام ماتش لحد هذا ما عندك بعد عندك جمعه جمعه اما هو الماتش هذا نعم محضر للمساله هذه محضرين كيطار فني نحن كما قال سي شاكر معناها مساله التاهيل ومساله لي ميثود تاع ريكوبيراسيون لكن ديما والروتاسيون تاع لي جوار لكن ديما اللي حاجه اللي تقعد تضبطك هي ليفيكتيف معناها ليفيكتيف انت جيت كي ليفيكتيف البديل ولا صحيح ونفس الشيء معناتها ما فماش اجبار على الافطار والحاجه اللي بالنسبه لنا احنا يحب يصوم يصوم بالنسبه لنا احنا اللي يحب يصوم يصوم واللي ما نجموش نجبروا يستحيل بس سي شاكر نوني معاك دونك باش تمشي وين ماشي؟ ماشي لوادي الليل نهار الاحد تمشي تلعب في وادي الليل ضد ستير جرزونة ستير جرزونة هو اللي يستقبلك معناتها بريسك في حومتك يعني هذا هو معناتها مش بعيده برشا وادي الليل على راس بارابور البنزرت بارابور جرزونة ونفس الشيء بالنسبه للاريان كيف الاولمبي الباجي يستقبل جمعيه اريانا وين؟ في المنزه في حومتك زاد نفس الشيء ريانا المنزة يعني خطوتين وخطوه والله هو نبدا معك اللي يهمنا احنا يمكن الكاليتي دو تيران اكثر منه بعد المسافه اللي باهي كونه ملعب وادي الليل هو عشب اصطناعي تقريبا الملعب يشبه الرادس برشا كيف المنافس اليوم في الوضعيه اللي كان كنا نحكيوا عليها وتحدث عليها سي مختار معناتها وضعيه ستير زرزونه ما هيش ولا بد
ننتظر ردة فعل نتاع زرزونة باش نكونوا متهيئين لهذايا. زرزونة يقعد فريق محترم، كان في الرابطة الثانية لابد أن نأخذ احتياطاتنا من كل شيء. وعندها أسبقية على راد، تنتصر على راد زرزونة، عندها أسبقية إن شاء الله. الأسبقية هذه ما نوضع لها حد. معك أنت. أما اليوم راي بطولة استثنائية، الفايدة إن شاء الله الروح الرياضية تكون حاضرة. هذا اللي نتمناه والله، هذا مناسبة شهر رمضان إن شاء الله. الناس كل ما تكونش مرمضنا بالطريقة بالنقطة السلبية، تكون مرمضنا ايجابيا، معناتها مرمضنا بالدين نتاعنا وعاداتنا وتقاليدنا ونحترموا بعضنا وصايمين. ها حق وحقيقه المصري دونك صايمين صيام كامل، نحترموا بعضنا، ما نتغشوش، ما نسبوش، ما نحتاجوش. هذا صيام النورمالمون صحيحه، مانيش داعي باش نقعد نفتي تو، ولكن نتصور هكا اجتماعيا لازم نحترموا بعضنا على الاقل في ثلاثه تروا جورني هذوما خلينا نتفرجوا فيهم كوره. صحيح فما اربع مناصب في الرابطه الثانيه، صحيح فما يما شكون باش ينزل ولا باش يقعد في الرابطه الثالثه، ولكن هذه احكام الكوره. مين الشامبيونان مش باش يقعدوا سته. اسكندر بربي كلمه فقط باش تعطي الناس كل حقها. ماتش اليوم سبورتينغ الموكين وجمعيه الرينا بدا ب 10 دقائق تاخير، خاطر ما كورونت كانت معبيه. دونك كوني لازمنا نقولوا برافو ليمن كوشات، برافو برافو خاطر نظف الماكورونت. اما زيد لازم على بكري يتفقد بمساعده يعني الحكم الرابع مراقب المباراه، خاطر تو ماتش ويتكوب هم جدا نبداو ثلاثه مقابلات في نفس التوقيت. نضف على ديكالاج معناه 15 دقيقه معناه طبق القانون وخلى نضف اللغه نتاع الكوره خلى كان شكون قانونيا لازم يسمح له وهذا التنظيف في لغه المكون المقصود كان تنظيميا محترم فوالا. هذا هو نفس الشيء، مساعتين ونص سخانه برشا رمضان تستقبل الاولمبي البيجي يستقبل في هو يعني اللي قلنا في المنزه ديما مش نقطه ايجابيه بالنسبه لكم؟ والله مش نقول لك نقطه ايجابيه، مش نقطه ايجابيه، عادي عادي. اولمبي البيجي فريق كبير مهما الظروف اللي يمر بها، الاولمبي البيجي ديما يقعد فريق كبير، معناها ما نجموش حد يشك في اولمبي البيجي مهما الظروف اللي تعدى بها. مباراه صعيبه و ان شاء الله يكون الفوز لنا احنا ان شاء الله. واضح نتائج الكامله لكل لقاءات هذه الجوله الثانيه البطوله المصغره، بطوله التدارك، الاولمبي البيجي نجم راسي 0-0، 1-1 بين جمعيه اريانا وسبورتينغ مكنين. وين النتائج؟ هاي النتائج. جمعيه جربه يفوز على السير جازونا 2-0 على ذو. هذه النتائج نلقاو الترتيب كالاتي: جمعيه جربه بزوز انتصارات 6 نقاط، يلي جمعيه اريانا، سبورتينغ مكنين، اولمبي البيجي زوز نقاط، نقطه لكل من نجم راسي وستير جازونا. الجمعه الجايه نهار لحد مانيش بعد برشا، نهار لحد 20 ماي في المحرس سبورتينغ ممكنين يستقبل جمعيه جربه، في المنزل الاولمبي البيجي يستقبل جمعيه ريانا، وفي وادي الليل ستير جازونا يستقبل النجم الراتسي. نهار لحد الجورني الحصه ان شاء الله باش تكون نهار اثنين الجاي. دائما في رمضان نتمناو ديما يكون مبروك على الناس الكل، على التوانسه الكل. نذكر نهار الجمعه لقاء هام، لقاء حاسم، لقاء من اجل مقعد في الرابطه المحترفه الاولى. والسؤال هل سيبقى اتحاد بن قردين في الرابطه الاولى ويبقى قواف القفصه في الرابطه الثانيه، ام سينزل اتحاد بن قردين الرابطه الثانيه ويصعد قواف القفصه للرابطه الاولى؟ الاجابه تقريبا مع نصف الليل، باعتبار اللقاء يبدا 10 نتاع الليل في رادس نهار الجمعه 18 ماي بعد غدوه، معناتها لقاء اتحاد بن قردين وقواف القفصه. كايا كل سنه لختام حصه اليوم معنا منضيف وهدية، لقاء نهار الجمعه مانيش غلط ان شاء الله. هي نهار الجمعه ان شاء الله. شكرا مشكور جدا حضورك معنا، يعطيك الصحة وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك، شكرا بطبيعة الحال تغطية للقاء اتحاد بن قردين وقف القفصة مع حصة نهار اثنين. محمد المسيني أيضا مشكور جدا، شكرا حضوركم معنا، يعطيك الصحة. الصحة عايشك. اخترت نربلسي كيف كيف. شكرا لك. هادي مازال أربع سوايع هذول على السحور، مازال بكري. لا ما يقلقنيش رمضان. ما يقلقش. إن شاء الله رمضان مبروك على التوانسة الكل، وإن شاء الله كل عام وشعبنا حي بألف خير. مرة أخرى رمضانكم مبروك، تقابلوا إن شاء الله نهار اثنين مع الرابطة الثانية. إلى اللقاء.